دلوقتي الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي، مصلحه الطب الشرعي. انتوا اخوات؟ خليه يتفضل واسمع له. انتوا اخوات؟ انتوا اخوات ولا ايه؟ يعني اللي هو رفعت عبد الحميد لا لا يا ريت، نتمنى هذا. ده استاذنا محترم وراجل كبير اطباء الشرعيين ويعلم تماما هشام. ان تقريره غير ملزم للسيد القاضي. طيب دكتور هشام، انت سمعت اللي قاله السيد اللي هو رفعت انه الظروف الاستكتاب ما كانتش قانونيه؟ مش عارف. انا بستحمل كتير قوي قوي كلمات اللي هو رفعت عبد الحميد، ونفسي بس يرد على حضرتك دلوقتي. تخصصه ايه بالظبط؟ هو اشتغل ادله جنائيه ولا اشتغل ايه بالظبط؟ هو سامعك، هو يرد. اتفضل يا ست اللواء. لا يا دكتور، مراجعك عندي وحضرتك قلت الكلام ده في مراجعك موجوده. مراجعك حضرتك موجوده. لا يعني لا. حضرتك معلوماتك نظريه بس يا استاذ عمرو. استاذ عمرو نظريه في الادله الجنائيه وفي الطب الشرعي. يا استاذ عمرو اتفضل، احنا سامعينك. يا استاذ ارجوك، مش هينفع مداخله بيني وبين الدكتور هشام. لا ينفع. لو يتصدى لا دي واحده بس، لو يتصدى على الهواء مناظره تحت امره بالعلم. لا هو بس بيسالك، هو بيسالك. لا تسالنيش، حضرتك اللي تسالني. طيب ماشي. ماشي. لو سمحت يا استاذ عمرو، خلاص اتفضل. خلاص. يواجهني على الهواء. طيب. وانا واجهه بعلمه ومراجعه، والكلام ده ما ينفعش. ما احنا على الهواء برضه يا ست اللواء. لا لو سمحت. ايوه. انت بتشتغل ليه؟ لا انا خبير عنك اكتر منك 100 مره. لا 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 قبل كده. معلش. لا معلش. لا معلش. والنبي انت ضابط شرطه يا فندم، لا انت ضابط ادله، انت ما اشتغلتش ولا سنه في الادله. يا استاذ عمرو. انت خبير ضابط يا فندم. يا استاذ عمرو. لو سمحت، خبير في الادله الجنائيه. يا استاذ عمرو. اتفضل. فكروا في حادث رفح الاولى، حينما صرح هو وكل الاطباء الطب الشرعي وقالوا جميع اجهزه الطب الشرعي قديمه وباليه ولا تصلح للاستخدام، وجميع الجرائد نشرت هذا الكلام، المصري اليوم، اليوم السابع، والتحرير، والشروق، كله. كيف تقول ان اجهزه الطب الشرعي باليه وقضيه مريم اصبحت صالحه؟ شكرا يا استاذ عمرو، انا ما عنديش استعداد اتكلم معاه. عاوز يكلمني على الهوا، اهلا بيك. ما احنا على الهوا يا ست اللواء. احنا شكراً على الهوا. طيب شكرا اللي هو رفعت عبد الحميد، خبير في علم الجريمه.